الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، حاصل على دكتوراه الفلسفة في الإعلام عام 1984، كلية الإعلام جامعة القاهرة، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، استشاري المجلس الأعلى للجامعات للشهادات المعادلة في الإعلام ولجنة قطاع الدراسات الإعلامية واللجنة التخصصية لقطاع الدراسات الأدبية. تولى منصب رئيس مهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي عام 2017، وعضو مهرجان التحكيم للإذاعة والتلفزيون والسينما المصرية والعربية. حاصل على جائزة جامعة القاهرة للتميز في العلوم الاجتماعية عام 2021، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2013، وعشرات الدروع وشهادات التقدير من الجامعات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.